البي اي، ايه الحاجات المطلوبة عشان الواحد يكون بي اي كونسلتنت؟ طيب تمام اوكي بالظبط، هو لازم يكون عارف اس كيو ال تمام، بس طبعا في حاجات تانية. طيب انا عصام الدين، تمام، انا شغال في هيئة الطيران المدني في السعودية، بس انا شغال هناك تبع شركة، بس الحاجات ديت يعني انا حتى محرج على السايت او محرج على ابس ليد ان هم ينزلوا اي انفورميشن عني، عشان انا فيندور كبير وما ينفعش يتعرف ان انا بدوس. فيعني انا اسف جدا ان انا مش عارف اقول لكم كل حاجة عني، تمام، بس يعني على قد ما اقدر هساعدكم، هنبقى مع بعض في التواصل كامل يعني. اوكي، او انا مسؤول عن ثبت المايك. هو ثابت. اوكي نبدأ كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشوف احنا المفروض ان احنا هنبدأ نعمل ايه بالظبط. ايه التاسك المطلوب مننا؟ المفروض ان احنا اول حاجة هنبدأ نعملها هي اننا نكون عارفين اس كيو ال كويس، واعتقد ان تقريبا كلنا عارفين اس كيو ال، مظبوط كده ولا ايه؟ كلنا عارفين اس كيو ال صح؟ صح يا شباب؟ طيب ليه لازم نكون عارفين اس كيو ال؟ لان شغلنا مينلي بيكون ادمنستريشن، مش ادمنستريشن هو ادمنستريشن بقى وسيشن بريفليج مش عارف ايه الكلام ده كله، لا لا مفيش الكلام ده خالص، تمام. احنا شغلنا ادمنستريشن ازاي؟ معلش قصدك ايه بالسؤال ده؟ دي ام ال او دي ال؟ قصدك الاس كيو؟ لا هو البوست طبعا انت تكون عارف اثنين. طيب ماشي. المفروض ان احنا شغلنا مينلي بيكون ادمنستريشن، مش ادمنستريشن هو ادمنستريشن ده ادمنستريشن ثانيه، لا 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 قصدي ان احنا نكون عارفين اس كيو ال، علشان احنا شغلنا بيكون عباره عن داتا وير هاوسنج. عشان تبقى كونسلتنت بي اي صح، لازم تكون عارف داتا وير هاوس كويس جدا، تمام، وتكون عارف اي تي ال. حتى لو دخلتوا على اي وظيفه مطلوبه بره او جوه مصر او السعوديه او في الامارات او ايا كان، هتلاقيه بيقول لك لازم تكون عارف حاجه اسمها اي تي ال، تمام. ولازم كمان معاك الاو بي اي. احنا لما بنبدا التراك بتاعتنا بنبداها ازاي؟ بنبداها بالاو بي اي اي، تمام، لان هو ده الكور بتاعنا. بعد كده بيكون في كورسز تانية بتبقى عباره عن اي تي ال معينه، وبعد كده الداتا وير هاوس دوت احنا بالقرايه هنعرفها، لان ده لوجيك، تمام كده، مش حاجه كور قوي ان احنا نبقى عايزين نعرفها، لوجيك. هو لوجيك داتا وير هاوس ده عباره عن لوجيك وكونسبت المفروض نفهمه. خلاص كده يا شباب؟ اوكي، هنعرف فاضل اي تي ال ان شاء الله حالا. خلاص طيب خلوني اعمل شير بتاعتي عشان نعرف ايه هي الاي تي ال. انا الابلكيشن عندي المره اللي فاتت، عشان كده احنا ما خدناش المره اللي فاتت، الابلكيشن عندي كان فيه مشاكل كتير جدا، تمام، فحاولت ان انا على قد ما اقدر اتصرف، فجبت تو لابتوب واشتغلت بحاجه كده يعني، اشتغلت بتيم فيور لحد بس ما ان شاء الله يعني نظبط الابلكيشن دوت كده يا شباب. طيب عايزين نعرف ايه هي الداتا هاوس، ماشي، ايه هي الداتا وير هاوس؟ الداتا وير هاوس ديت عباره عن لوجيك بيتعامل فيه الداتا بيز بتاعتنا. يعني احنا لما بنيجي نعمل داتا بيز بنبدا نكريت داتا بيز ديت بطريقه معينه. ايه هي الطريقه المعينه ديت؟ بتكون هيستوريكال داتا، ده مبدئيا يعني الداتا بتتنقل ليها يوميا، شهريا،
على حسب الداتا هتتنقل كل قد ايه، والسيشن انا بظبطها ازاي. تمام كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للداتا وير هاوس. الداتا وير هاوس ديت عباره عن ايه؟ هي داتا بيز تكون كبيره في الحجم شويه، وبيتحط فيها الداتا بطريقه هيستوريكال. خلاص كده يا شباب؟ دي الداتا وير هاوس، ده اللوجيك بتاعها. طيب بتتعمل لها كرييت ازاي، وبنعمل لها ازاي، والكلام ده كله هنعمله تحت. ده الاركتكتشر بتاع الداتا وير هاوس. لو فهمنا ده كويس هنرتاح بقيه الكورس. الصوره دي لو فهمناها كويس جدا هنرتاح بقيه الكورس. بص يا شباب، دلوقتي احنا المفروض انتوا معايا. اوكي طيب. المفروض ان احنا دلوقتي لما بنخش بروجكت، تمام، بنبقى زي ما تقولوا بنبدا نمسك من الاول للاخر، من طرف الخيط كده. بنخش اول ما نبدا اي بروجكت بنقول للكاستمر بتاعنا انت عندك داتا وير هاوس ولا هتبدا تعمل داتا وير هاوس؟ فيقول لنا لا والله انا عندي داتا وير هاوس. وعندك الاي تي ال بتاعتك شغاله؟ اه عندي الاي تي ال بتاعتك شغاله. احنا عايزين بقى دلوقتي هنبدا نشتغل عندك في الاو بي اي بتاعك. خلاص كده يا شباب؟ طيب هو لو ما عندوش بقى داتا وير هاوس جاهزه وما عندوش الاي تي ال شغاله، احنا بنبدا البروجكت من الاول خالص. الاي تي ال سوري بنعمل له الداتا وير هاوس، نبدا نكريت الداتا وير هاوس بتاعته، الاستراكشر بتاع الداتا وير هاوس بتاعته. بعد ما بنعمل الاستراكشر بتاع الداتا وير هاوس بتاعته بنبدا نعمل له طيب كده سامع كويس؟ طيب انا مثبت المايك اهو والله، انا ما حركتوش. اوكي نكمل. بعد ما بروح للكاستمر وبعمل الداتا وير هاوس بتاعته بظبطها له، ببدا اعمل له الاي بي ال بتاعته. خلاص يبقى الداتا وير هاوس ديت انا بعملها بستراكشر معين. خليكم معايا في الموضوع ده بالظبط. ده لو خلصنا، لو عرفني صح الكورس بقيته كله هنبقى ماشيين كويس. خلاص فركزوا معايا في الحته دي. يبقى اول حاجه بنعملها هي الداتا وير هاوس بتاعتنا. خلاص عملنا ستراكشر صح، نبدا نهد الداتا عن طريق الاي تي ال ديت. خلاص في الداتا وير هاوس بتاعتنا. يبقى نعمل ستراكشر للداتا وير هاوس، بعد كده بنعمل الاي تي ال بتاعتنا ونعمل له كرييت ليها، بعد كده نبدا بقى ايه الاو بي اي بتاعنا. خلاص تمام يا شباب؟ طيب احنا المفروض دلوقتي اول حاجه لما بنروح للتست بيكون عنده مثلا سي ار ام، وعنده الاي ار بي سيستم بتاعته كامله. خلاص كده يا شباب؟ عنده تو داتا بيزز فيهم داتا، مش شرط يكونوا اي ار بي سيستم، مش شرط يكونوا اي ار بي سيستم، عنده ايا كان. خلاص عنده داتا، تو داتا بيزز، تو انستنس، مثلا في السعوديه وانستنس تاني في مصر. طيب هو عايز يجيب الداتا بتاعت الانستنس بتاع السعوديه والداتا بتاعت الانستنس بتاع مصر في مكان واحد عشان يعرف يعمل حاجه اسمها اناليتيكال ريبورت. طيب ايه الفرق اصلا بين الاناليتيكال ريبورت وبين الريبورتس الاد هوك اللي احنا بنعملها عادي، اللي هي الديلي ريبورت ديت، اللي احنا زي مثلا الاي ار بي سيستم تلاقي فيه اللي هو الار دي اف والار تي اف بتاعتنا، ونعمل الداتا بتاعتنا اد هوك غلط. دي اد هوك ريبورت، ديلي ريبورت، ما فيهاش اناليتيك خالص. ليه؟ لان هي جايه اصلا من داتا معموله النهارده وامبارح ودلوقتي. انا ممكن اعمل حاجه تطلع ريبورت في ساعتها، صح ولا غلط؟ ممكن اعمل ابلكيشن زي الاي تي ام مثلا، انا بعمل الترانزاكشن بتاعتي دلوقتي يطلع لي ريبورت في ساعتها، صح ولا غلط؟ فدي اسمها ديلي ترانزاكشن. فاهم يا شباب؟ اول حاجه احنا بنبدا بالحته دي، بنبدا بايه؟
الجزء ده، الجزئيه اللي هي دي، دي الداتا بيز العاديه بتاعتنا خلاص كده. يبقى دي ايه؟ دي الداتا بيز اللي هي دي سيستم الاو ال تي بتاعتنا دي. طيب بعد ما بنخلص الحته دي بنبدا نتنقل على ايه؟ على حاجه اسمها ستيجنج اريا في الاي تي ال. اول شغلنا اهو، بس احنا ما بنبداش بدي، احنا بنبدا بنظبط الاول الدنيا هنا، بعد كده نبدا نرن الاي تي ال بتاعتنا. طيب ازاي بقى؟ ازاي؟ اوضحها لك. بص يا شباب، دلوقتي بالراحه خالص اهو، عندي داتا بيز وعايز انا عليها داتا بيز بشكل ديلي، كل يوم يتنقل داتا، كل يوم يتنقل داتا. لو حد فيكم اي بي اس هيقول لي ممكن ننقلها بحاجه اسمها ايه؟ اي بي اي، صح ولا غلط؟ تمام. لو حد فيكم عارف اي بي اس هيقول لي هننقلها باي بي اي، صح؟ تمام. طب لو الاي بي اي ده مش هينفع ان احنا ننقلها باي بي اي، يعني انا الاي بي اي ديت بيبقى عشان اعملها وانقل الداتا من الاي بي اي ديت لهنا، تمام، من الداتا بيز دي للداتا بيز دي، انا ممكن لازم اعمل اكسبشنات واظبط الاكسل شيت بتاعي بعد كده على الداتا بيز، صح ولا غلط؟ الموضوع هيبقى بيطول. لا، في حاجه اسمها بقى جوب سكادول او داتا بيز سكادول جوب. تمام، داتا بيز سكادول جوب دوت بيغنيني عن ان انا اعمل ايه، موضوع الاي بي اي ده خلاص. برضه بارامترز وباص بارامترز للمكان الثاني، بس مش لازم يكون التيبل معمول له كرييت هناك في الداتا بيز الثانيه، لازم يكون معمول له ايه في الداتا بيز الثانيه خلاص كده يا شباب. طيب احنا نقلنا الداتا بقى، عايزين بقى جم قال لك طب احنا ايه اللي يخلينا نعمل الكلام ده كله ونظبط سكادول جوب؟ ما احنا نعمل ابلكيشن جاهز، تمام، هو يعمل لوحده. اوكي يا كريم، اوكي هوضحها لك دلوقتي، هوضحها لك. هو بقى جه قال لك طب ما احنا نعمل ابلكيشن جاهز، تمام، يعمل اكستراكت للداتا من الداتا بيز اللي عندنا، وبعد كده ياخدها ويعمل لها ترانسفورم بالشكل اللي انا عايزه، سواء بقى اجريجيشن ولا طريقه معينه هفهمها لكم بعدين، ولا ايا كان بقى، اخد الداتا من هنا وارميها في الداتا بيز الثانيه خلاص. يبقى الاي تي ال ديت ما هي الا تول بتعمل كرييت للبروسيجرز والفانكشن، تمام، بتنقل بيهم الداتا من الداتا بيز الاولى للداتا بيز الثانيه. كل اللي بعرفه بعرف كونكشنز وببدا من الداتا بيز للداتا بيز دي، تمام كده يا شباب. طبعا الموضوع مش بالسهوله اللي انا بقولها دي، بس انا بقولها لكم عشان تفهموا بس الدنيا ماشيه ازاي. بص يا كريم، بص يا كريم، داتابيز عاديه. داتابيز عاديه يعني ايه؟ يعني داتابيز اللي هي اللي احنا بنشتغل عليها، اللي كل واحد فينا بيشتغل عليها، اسمها بيكون اسمها او ال تي بي. يعني ايه او ال تي؟ يعني اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. يعني ايه اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج؟ يعني حاجه بتعمل ديلي تو ديلي او داي تو داي، تمام يا شباب. ايش انا اسف، ثانيه. ماشي، انا هقفل الشير ثانية بس وابقى معاك تاني ثانية.
انا بتحرك كتير بالمايك. لا 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 مش بتحرك والله، انا واقف في مكاني والله لاقط. انت سامعني كويس طب ولا لا؟ طيب انت كده شايفني كده؟ انا هعلي صوت على قد ما اقدر عشان تسمع كويس. تمام طيب دلوقتي انت سامعني كويس ولا بيزيد ويرجع برضه؟ سامع كويس واكد؟ طب كده اوكي خلاص نكمل. طيب يا شباب، طيب المهم دلوقتي يا شباب احنا المفروض عندنا داتا بيز عادية خالص اهي. تمام، دي داتا بيز عادية خالص زي اللي موجودة في أي مكان، ماشي يا شباب؟ طيب واللي جنبها ده اي تي ال، قلنا يعني ايه او ال تي بي؟ يعني اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. يعني ايه اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج؟ يعني حاجة بتعمل ديلي ريبورتس. اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج يعني حاجة بيشتغل عليها حد بيعمل ترانزاكشن وفي نفس الوقت الريبورت بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي مثال كده للـ OLTP. المثال بتاع الـ OLTP ان احنا مثلا عندنا ATM. الـ ATM ديت مجرد ما اليوزر دخل الداتا بتاعته تمام؟ بيبدأ يطلع له ريبورت بان هو سحب مثلا 50,000 جنيه. تمام؟ المهم سحب 50,000 جنيه. وصلت يا شباب؟ دي اسمها ايه؟ اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. دي اللي هي الاو ال تي بي بتاعتنا، اللي هي الداتا بيز العاديه اللي في اي مكان وفي اي شركه. خلاص؟ اي شركه بنروحها بيكون عندهم الداتا بيز بتاعتهم. سواء اوراكل، مايكروسوفت، ايا كانت. ايا كانت الداتا بيز بتاعتهم ايه؟ سي ار ام، سيفل، ايا كان الداتا بيز بتاعتهم هي عباره عن ايه ونوعها ايه. خلاص يا شباب؟ طيب بنبدا ناخد الداتا من الداتا بيز دي نحطها في حاجه اسمها اي تي ال. يعني ايه اي تي ال؟ هي تول معموله بتعمل اي يعني اكستراكت، وبعد كده تغير شكل الداتا تعمل لها ترانسفورم، بعد كده تعمل لها لود. ماشي يا شباب؟ يعني تعمل اكستراكت، بعد كده ترانسفورم، بعد كده لود. بتعمل لودنج للداتا في ايه؟ في الاو ال في الاو لاب بتاعها. تعمل اكستراكت في الاو لاب. ايه هو الاو لاب ده؟ اونلاين اناليتيكال بروسيسنج. تمام؟ يعني ايه اونلاين اناليتيكال بروسيسنج؟ وليه بتكي على اناليتيكال؟ عشان هي بتعمل اناليسيز للداتا. انا ممكن استخدم الداتا وير هاوس بتاعتي دي في ان انا اعمل حاجه اسمها داتا مايننج. تمام، الداتا مايننج دي موجوده في التول بتاعت الاوراكل ديفلوبر. الاوراكل ديفلوبر موجود فيها داتا مايننج. تمام، ممكن اعمل داتا مايننج بطلع داتا بالجوريزم معينه في الاو لاب. تمام، طالما هي متقسمه عندي حاجه اسمها فاكت دايمنشنز وهنعرفها قدام. ماشي يا شباب؟ طيب بعد ما بجيب الداتا بتاعتي الاو ال تي بي خلاص، بنقلها بقى من هنا واحطها في الاو ال تي بي ديت، بيبدا ياخد الداتا بتاعته ويطلعها في حاجه اسمها ريبوزيتوري. دي اول لاير احنا هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا. اول لاير احنا هنشتغل عليه في ايه؟ في الكورس بتاعنا. ليه؟ لان احنا من غير الريبوزيتوري ديت مش هنعرف نعمل الريبورت بتاعتنا.
فاهم يا شباب؟ احنا الكورس بتاعنا عباره عن 3 اجزاء. اول حاجه الريبوزيتري او الريبوزيتري، بعد كده بناخد ريبورت 1 و 2 3، ده اللي هي الاناليسيز والداشبورد، وبعد كده البي اي بابلش. هل البي اي بابلش تول مستقله؟ اه هي تول مستقله عن هي بتعمل ريبورتس، بس بتعملها اد هوك زيها زي ايه؟ زي الاو ال تي بي اللي هنا. خلاص هي بتبقى هديه من اوراكل، بتبقى نازله كده يعني تول مضافه دي، عشان لو هم ما عندهمش مثلا او عاوزين يعملوا ار دي اف او حاجه، يروحوا عاملين اي بي اي بابلشر بيكون اسهل كمان في كرييتنج الريبورت، بيكون البرفورمانس بتاعه اعلى. خلاص طيب، حد عنده اي سؤال في اللي انا شرحته لحد دلوقتي يا شباب؟ اتفضل يا شباب. OLAP stand for online analytical processing، وهنعرفها قدام اكتر. تمام، online analytical processing. تمام ماشي يا شباب. اللاير، اني لاير؟ بصوا احنا بنقول لايرز عشان احنا هي فعلا متقسمه لاير. خلاص هي بص كده معايا، ده اول لاير عندنا. تمام، اللاير بتاع البيزنس يوزر لما بيجي يدخل الداتا بيدخلها في الاو ال تي بي، هو بيدخلها في الاو ال تي بي بالشكل اللي هو عايزه. تمام، ودي بتكون ريليشنال داتا بيز، لا بتكون ريليشن داتا بيز، دي حاجه اسمها فاكت دايمنشن، تكون ريليشنز بس قليله جدا. تمام، وهفهمكم قدام ازاي برضو الموضوع ده، هتفهموه النهارده ان شاء الله. تمام يا شباب، ايه بقى الاو ال تي بي ده؟ ايه هو الاو ال تي بي؟ الفيز العاديه اللي بيتدخل فيها الداتا وفي نفس الوقت بيتكستراكت منها داتا في نفس الوقت ويطلع فيها الريكورد. خلاص دي اللي هي الايه؟ الاو ال تي بي عندنا. ماشي؟ اسمها ايه؟ ابلكيشن لاير. تاني لاير عندنا اسمها ستيجنج اريا. ايه هي الستيجنج اريا دي؟ دي اللي بيحصل للداتا فيها عمليه الترانسفورميشن. تمام؟ بتتنقل من الاو ال تي، من الاو ال تي بي الاولاب، بتتنقل من الاو ال تي بي للاولاب بشكل معين بشكلها اللي في الاو ال تي بي. تمام، يعني ازاي؟ هنقول ان احنا عندنا تيبل امبلويز في الاو ال تي بي وتيبل للديبارتمنت وعندي سالري. خلاص انا عندي بقى تيبل الامبلويز ده وتيبل الديبارتمنت اللي هنا. تمام، تيبل الامبلويز وتيبل الديبارتمنت هيتنقلوا از تيبل واحد هنا، والكولوم بتاع السالري ده هيتعمل تيبل ليه لوحده، هيبقى اسمه فاكت. ليه؟ لان الفلوس اي حاجه بهاو ماتش دي فاكت. هتفهم يعني ايه فاكت ويعني ايه فاكت. ماشي يا شباب؟ طيب خلاص، خدنا الداتا وحطيناها في اللاير بتاعت الداتا وير هاوس. طبعا قبل ما بستخدم الستيجنج اريا، انا بكون مكرييت التيبلز بالشكل اللي انا عايزه في الداتا وير هاوس. ماشي يا شباب؟ بعد ما بخلص وانقل الداتا هنا، يبدا يجي دور الريبوزيتوري او الريبوزيتوري. تمام، الريبوزيتوري ديت بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان هي بتجيب الداتا من الداتا وير هاوس بالشكل اللي معموله في الداتا وير هاوس، وتبدا تعرضها لي او تعمل لي ايتد او تعمل لي ريليشنز او تعمل لي اللي انا عايزه، وبعد كده تطلعها لي بره على الكل، بحيث ان انا اعرف اعمل باج ودروب بكل سهوله للاند يوزر. تمام، يعرف يعمل ريبورت في اقل من 3 ثواني. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا كل شغلنا في انهي منطقه؟ في اسمها ريبوزيتوري. تمام كده يا شباب، حد عنده اي سؤال تاني؟ الصوره دي ممكن نقعد فيها يومين عادي، بس ديت لو خلصت كده الكورس كله تقريبا خلص. سيمينيتك لاير، ايه سيمينيتك لاير؟ فين سيمينيتك لاير؟
معلش معلش مش فاهم السؤال، مش فاهم السؤال يا اسطى، انا اسف. فهمت طيب انا قصدي ايه؟ اوكي ماشي يا شباب. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ هو في حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ اوكي طيب نكمل بقى. طيب ايه بقى هي انواع الاي تي ال اللي موجوده في السوق؟ السوق فيه انواع كتير جدا من الاي تي ال اللي هي بتعمل اكستراكت. يعني ايه اي تي ال؟ تعالوا نراجع الالقاب تاني مع بعض. ال تي بي يعني اونلاين اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج، ودي الداتا بيز العاديه اللي بيحصل فيها ترانزاكشنز في نفس الوقت اللي بيحصل فيها ايه؟ يا شباب نفس الوقت اللي بيحصل فيها ترانزاكشنز هو نفس الوقت اللي بيحصل فيها ان الريكورد بتطلع في نفس الوقت، عشان كده اسمها اونلاين ريكورد. ال او ال تي بي يا جماعه، ال او ال تي بي ديت بتكون البرفورمانس بتاعها حلو جدا في انسيرتنج الداتا. ليه؟ لانه يعني بينسرت في اكتر من تيبل، تمام؟ الداتا بتتقسم على اكتر من تيبل، فبيعمل انسرتنج سريع جدا. بس هو بيكستراكت الداتا بقى، تعالى شوف بقى كام تيبل مربوط ببعض وكام ريليشن بتتكتب، واقول له هات لي مش عارف ايه اللي موجود في ايه لما يكون ده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده وده موجود في التيبل ده وده موجود في التيبل ده، هات لي الموظف اللي اسمه كده، تمام كده؟ يمشي يلوب في اول تيبل، بعد كده يمشي يلوب في ثاني تيبل، بعد كده يمشي يلوب في ثالث تيبل، بعد كده يمشي يلوب في رابع تيبل، ما يجيب لي الداتا بتاعتي. البرفورمانس بتاع الداتا بيز قليل جدا، وبيكون بطيء وبيكون غلط وبيتخنق، تمام؟ عكس الاولاب. الاولاب اللي هي اونلاين اناليتيكال بروسيسنج، تمام؟ الاولاب بتعمل ايه بقى؟ الاولاب بتبقى جوه الداتا بتاعتي شكل ثاني خالص، ده غير ان مفيش اصلا انسيرتنج فيها، ما بيكونش بصفه دايما في نفس الوقت، ده بالعكس بيكون هيستوريكال داتا بتتنقل كل فتره، كل يوم بالليل، كل يوم، كل شهر في يوم السنه بالليل اصحى الاقي داتا تمام كده، انا كده تمام خلاص، بس ما بتتنقلش وفي ترانزاكشنز موجوده. ماشي يا شباب؟ مش شويه وهي شغاله قاعد بنقل، مفيش الكلام ده خلاص يا شباب. طيب يقدر يقول لي هي حسن مالك؟ طيب كريم، كريم في سؤال؟ لا هو انا بذكر عشان انت بشوف انت لو عندك اي اسئله او حاجه بس. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا محمد؟ طيب يا شباب ايه بقى انواع، حد فيك فاكر يعني ايه اي تي اي؟ يعني ايه اي تي اي يا شباب؟ بالظبط كده، اكستراكت ترانسفورم ريلود، اكستراكت الداتا من الداتا بيز وتعملها ترانسفورميشن تغير شكلها تماما، بعد كده ترميها في الداتا وير هاوس بتاعتنا. خلاص كده يا شباب؟ الداتا وير هاوس هي داتا بيز بس بشكل مختلف، وهنفهم ازاي شكلها مختلف الكلام ده ايه بالظبط.
انواع بقى الاي بي ال ديت ايه؟ انواع الاي بي ال ديت ايه هي؟ عندنا كذا نوع من الاي بي ال. انفورماتيك، تمام؟ دي بتشتغل مينلي مع الاو بي اي ابس، مش الاو بي اي اي، تمام؟ او بي اي ابس. في فرق بين الاو بي اي ابس والاو بي اي اي اي، ماشي يا شباب؟ الاو بي اي ابس ده بيشتغل يكون في بلت ابلكيشن جاهز من اوركل، زي الاوركل ابلكيشن بالظبط، خلاص. الاو بي اي انتربرايز الفندر هو اللي بيعمله من اوله لاخره، زي ستاند الون بالظبط، ماشي يا شباب؟ وصلت؟ طيب الداتا ستيج ده بي اي بابلشر ايا كان، هو برضه اي بي ال، خلاص. والسايت وال اي بي اي، الاي بي اي دلوقتي هو اللي واكل السوق كله. يعني لو نزلت شفت اي بروجكت، انت لو قعدت مع الكاستمر في اي حته، لو انت بتبدا تاخد ريكوايرمنت جاذرنج، احنا بروجكت يا شباب بيبدا من الاخر، بنروح للكاستمر، بنقعد مع الكاستمر ونقول له عايز تعمل ايه بالظبط؟ يقول لنا انا عايز اعمل داشبورد. طيب حضرتك عندك داتا وير هاوس؟ لا. طيب يبقى احنا هنعمل لك داتا وير هاوس، الداتا وير هاوس بتكلف كذا. طيب حضرتك عندك اي تي ال؟ لا. طيب احنا هناخد لايسنس اي تي ال لكذا. طيب حضرتك عندك كذا، ده بيبقى بدايه الكلام، احنا نشوف اليوزر عنده ايه وهنعمل عنده ايه، تمام كده يا شباب؟ بعد كده بناخد الريكوايرمنت جاذرنج بتاعتنا، ونشوف الداتا بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، وهنعمل ايه بالظبط فيها. هو بقى عنده اي تي ال، كل الداتا وير هاوس بتاعته جاهز. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبدا الداتا بتاعتك صح ولا غلط، هنبدا نمشي بيها بعد ما نشوف شكل الداتا اللي هو عايزها. ممكن يعني ممكن اروح للكاستمر يقول لي والله انا عايزك تطلع لي، يعني ده بيحصل على طول، عايزك تطلع لي داتا ريكورد مش عارف كذا، واصلا الداتا دي مش موجوده عندي. يعني هو فاكرك ان انت تعمل ابلكيشن، ايوه يا ياسر بالظبط كلامك صح يا ياسر. الصوت شغال، انا بس انا سبت المايك، كنت بعد الفيشه، بس سامعيني كويس كلكم صح؟ طيب الاو بي اي ابس شغال دلوقتي، بس انا بتكلم على من اول ما ابتدوا الاو بي اي ابس، تمام؟ كانوا بيشتغلوا بحاجه اسمها انفورماتيكا وداك. ليه الانفورماتيكا كانت هي البيست سولوشن؟ ليه كانت هي احسن سولوشن او احسن حاجه للابلكيشنز؟ عشان كانت تول سهله جدا، وكانت هي تقريبا التول الوحيده اللي موجوده، فكانت هي البيست سولوشن للبي اي ابس. بالظبط كده، ايزي اند فاست. برافو يا اسطى، صح كلامك صح مظبوط، ماشي. بس بعد كده التول اقوى كان الداك. الداك ده اوركل اللي عاملاه، كان اسمه داتا وير هاوس ادمنستريشن داك، داتا وير هاوس ادمنستريشن كونسول. كان الايرورز بتاعته سهله، ما فيش حاجه صعبه كان ممكن تتحل كلها، بس بعد كده بقى غلس، يعني خلاص هو راحت عليه تكنولوجيز بتموت، فبداوا يعملوا اي دي اي. ودي اي في كلاود، انفورماتيكا لسه ما عملتش كلاود، او بمعنى صح لسه عاملين كلاود ما فيش، خلاص. طيب هما دلوقتي بعد ما بنروح ونعمل بقى ريكويرمنت جاذرنج، ونقعد مع اليوزر بتاعنا ونعرف منه الداتا هتيجي ازاي، وهنمشي ازاي بشكل معين من اول البروجكت، خلاص عرفنا احنا هنعمل ايه. انت الداتا وير هاوس عندك كامله، وعندك الاي تي ال شغاله كويس، نقعد بناخد ريكويرمنت جاذرنج بتاعت ايه؟ الداتا بتاعت اليوزر بقى، نبدا نشوف والله انت هتعمل زي 1 2 3 4، خلاص 1 2 3 4 دول الداتا بتاعتهم موجوده، نبدا نتشيك. تمام، خلاص كده يا شباب. شغلنا بقى بيبدأ يجي من موضوع الريبوزيتوري.
كأننا بنبدأ ابلكيشن معايا، بنبدأ ابلكيشن يا شباب فروم اي تو زد. يا شباب يعني ايه بنبدأ ابلكيشن؟ استنى، الابس مش ستاند الون، الابس معمول جاهز، بري بيلت ابلكيشن. انا بتكلم على الابس مش على اي بي اس يا شباب. البي اي ابس بري بيلت، كل حاجه بري بيلت، اي تي ال بري بيلت، بري بيلت داتا وير هاوس، بري بيلت فيديو، بري بيلت ريبورتس، كل حاجه جاهزه فيه. في 3750 ريبورت جاهزين على الداتا وير هاوس ادمنستريشن كورس. ماشي يا شباب؟ طيب وصل الفرق بين البي اي والبي اي ابس ولا لسه؟ شباب سامعين شباب ولا لا؟ تمام ياسر. لا بص هو اوريدي هو اللي بيعمل البروسيد الاي تي ال ديت او الاكستراكت ترانسفورم لود تول، هي اللي بتكريت البروسيجرز ديت، هي اللي بتعمل كرييت مش ستاندرد. هي بتكريت، انت بتقول له والله انا عندي السورس بتاعي كذا، الداتا بيس ديت، والتارجت بتاعي كذا، الداتا بيس ديت، وصل لي الداتا من هنا لهنا بالشكل ده. بروسيجر ستاندرد انا اللي بكري، انا اللي بعمل كرييت للحاجات دي في الباك جراوند بتاع الانفورماتيكا او بتاع الاو بي اي. ماشي؟ في طبعا ميثودولوجي ثابته، الفاكتوري دايمنشن، في حاجه اسمها سنو فليكس سكيما وستار سكيما، الكلام كله لازم. ده لسه هنخش في الموضوع دلوقتي، هنخش في الموضوع دلوقتي يا اسطى. طيب كده عرفنا انواع ايه الاي تي ال بتاعتنا. هنا بيقول لك الفرق بين الاو بي اي والاي بي اكس، ده او بي اي ابس. ماشي يا شباب؟ اهو جاب الداتا من هنا، اشتغل على الاي تي ال والانفورماتيكا والاو دي اي والداك، الداتا وير هاوس بتاعتنا كامله هنا، قال الداتا بي ال في الاو لاب، بعد كده اشتغل على الاو بي اي ريبوزيتري، ريبيلت كل ده. شغلنا في البي اي ابس ما بيمشيش كده، شايفين الاسهم ماشيه ازاي؟ لا ما بيمشيش في الاسهم دي، بيمشي عكس الاسهم دي. اول حاجه بنشوف هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، لان هي بريبل. طيب ده الفيرجن القديم بتاع الاو بي اي، الاو بي اي يا شباب. ماشي؟ ده الفيرجن القديم بتاع الاو بي اي اي. الفيرجن القديم ده بيكون فيه ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده، هو فيه داشبورد 1 2 3 4 5 6، فيه داشبورد كتير جدا. الداشبورد ده بيكون فيها ريبورت كتير جدا، يعني ممكن داشبورد واحده يبقى فيها 17 ريبورت. خلاص ده شكل الداشبورد، هنفتحها ونشوف الفيديو دلوقتي. دي بتاعتي دي اي بيشتغل ازاي؟ شوفوا معايا يا شباب بقى، شوفوا معايا في الحته دي جدا. الدي اي بيشتغل ازاي؟ هل انا ممكن اشغل الدي اي بتاعي على او ال تي بي؟ ينفع السؤال ده؟ انا عارف ان هو هيتسال. ينفع الدي اي بتاعي على او ال تي بي على ترانزاكشنال بروسيسنج؟ ينفع عادي جدا، بس هيكون كتير، هيكون البروسيسنج بتاعه اقل من العادي بتاعي. ماشي؟ بس هيشتغل عادي. انا ممكن اجيب من ويب سيرفر اصلا، انت اجيب من ويب سيرفيس. ممكن اجيب من ويب سيرفيس، ممكن اجيب من
اي حاجه الداتا وحطها في الداتا هاي بتاعتك، او بقى صح في الريفيت بتاعك، بي اي سيرفر بتاعك، الاركب اللي بتركب بي اي اللي بتفيد الكلاينت وترمي السيرفر وتطلع الداتا. بس يا شباب حد عنده اي سؤال؟ اتفضل يا كريم. اتفضل. غالبا ده من الابلكيشن نفسه يعني، اعتقد والله اعلم ان ده من الابلكيشن. ثانية واحدة كده. ممكن يا اشرف، ثانية واحدة هفتح لك المنيو. ايوه اشرف اتفضل. السلام عليكم. انا عندي نقطتين. نوعية، لو انت قلت احنا ممكن نعمل البي اي على الترانزاكشن زي الاي بي اس، الاي بزنس سويت مثلا، بس الداتا مش ساعتها الداتا مش هتبقى اكيوريت. يعني انت قلت ان احنا الداتا بنعمل لها لود او بالليل مثلا، ساعتها لما بعمل مثلا للمانجر عندي هعمل له ريبورت، الداتا مش هتكون اكيوريت لان انا لازم استنى ثاني يوم ان انا اوصل لايف داتا. دي رقم واحد. معلش انا بلاقي ناس كتير قوي، معلش لو في امكانيه ان احنا نخصص وقت للاسئله اللي هي مش نفس الفريم اللي انت بتتكلم فيه عشان احنا بس ما نقطعش، فاهم قصدي؟ يعني يا ريت لو نفضل لو احنا نقدر نعمل بس وقت الاسئله خارج الموضوع عشان بس ما يحصلش تشتت لاي حد، انا منهم يعني. شكرا، هو كده بس. تسمعني ولا؟ أتكلم تاني ولا إيه؟ حد سمعني دلوقتي ولا أتكلم ولا ما أتكلمش؟ طيب كده تمام، كله تمام كده كويس. اتكلم يا أشرف، معلش قول السؤال تاني اللي أنت كنت بتسأله. أول سؤال السؤال دلوقتي، أنت قلت أنا ممكن البي أي أحطه على مثلا داتابيز زي الإي بزنس سويت، بس البرفورمانس مش هتبقى كويس، فعشان كده احنا بنحط على داتا وير هاوس. ايه كويس؟ بس ساعتها كله تمام لحد ما نخلص، كله لحد ما نخلص. ماشي تمام. طيب، ايه بقى هو الاي بي اي بقى؟ ايه هو الاي بي اي؟ الاي بي اي عبارة عن داشبورد وستيجز والاناليتكس والريبوزيتوري. ماشي، ده اليوزر بيتعامل معاه. احنا كديفلوبرز ما بنتعاملش مع ده، او كونسلتنت ما بنتعاملش مع ده قوي، بنتعامل مع الريبوزيتوري. خلاص، يبقى الهاي ليفل بتاعه ايه؟ الداشبورد. الداشبورد دي بيكون فيها اكتر من بيج، فيها اكتر من اناليتكس. خلاص، وهنشوف الكلام ده دلوقتي حالا ان شاء الله مع بعض. دي الادمنستريشن تيم. بصوا بقى يا جماعه، ده عباره عن ايه بالظبط؟ انتوا معايا. اولا ادمنستريشن تول دي اللي هنشتغل عليها الريبوزيتوري، دي اللي بنتعمل عليها كريت الريبوزيتوري بتاعتنا، اللي هي الادمنستريشن. دي اللاير اللي فيها البيزنس موديل والبرزنتيشن، دي اللاير بتاعت الداتا.
يبقى دي بجيب منها الفيزيكال لاير بتاعتي من الداتا وير هاوس، بعد كده احطها البيزنس موديل، وبعد كده اشتغل بيها في البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن ده اللي بيطلع للكاستمر في الاخر. يا شباب يبقى دي كل اللي هعمل بيها في الاي تي ايز بتاعتي اللي هي الادمنستريشن تول. طيب بعد كده اخش على حاجه اسمها اناليسيز. الاناليسيز ديت تبقى هي الانسرز بتاعتي، ده الريبورت بتاع الدي اي. الريبورت اللي في الدي اي اسمه اناليسيز. تمام. طيب ده شكل الريبوزيتوري اللي هي يا باشا الناس مش سامعينك، الناس مش سامعينك يا باشا. باشمهندس ايوه معاك معاك. الناس مش سامعينك، اولا انت لازم تقفل المايك عندي، معرفش تقفله ازاي، بس الناس الشباب كلهم بيقولوا انا عندي الصوت على الاخر، هو كان بيروح ويرجع عشان طويل. صح يا شباب، سامعيني كويس كده؟
المفروض كله كده يسمعني، هو كده المفروض ظبط. اه تمام ماشي. لا ما تخافش ما تخافش، هو هيتكلم ما تخافش ان شاء الله، يفضل كده تمام ان شاء الله. طيب اتفضل يا محمد. طيب حاضر هقول لك حالا. حاضر حاضر حاضر. طيب يا شباب بتعمل ولا ايه؟ اهو فين دلوقتي؟ ايوه اهو. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا بنشرح الداتا وير هاوس كونسبت، عشان لو لما هنفهم الداتا وير هاوس كونسبت بتاعنا هنعرف ازاي بنشتغل في الريبوزيتوري صح. لازم نعرف يعني ايه فاكت ويعني ايه دايمنشن، ولازم نعرف يعني ايه داتا وير هاوس، ولازم نعرف يعني ايه الفاكت والدايمنشن بيتاسسوا على اساس ايه، ولازم نعرف يعني ايه داتا وير هاوس كونسبت، ولازم نعرف يعني ايه بي اي ابس، ويعني لازم نعرف يعني ايه بي اي، ولازم نعرف يعني ايه اي تي ال. تمام احنا دلوقتي بنشرح في الحته دي اللي هي ما قبل الريبوزيتوري اللي احنا هنبدا نشتغل فيها. وصلت كده؟ صوت قطع تاني، الصوت عالي هو والله قدام المايك دلوقتي عليه. معلش يا شباب هنخلص، واللي عنده سؤال يسأل في وقت الأسئلة تمام، عشان بس ما نقطعش بعض. ماشي يا شباب. طيب ايه هي الادمنستريشن تول بتاعتنا؟ الادمنستريشن تول بتاعتنا هي اللي بيتعمل فيها كرييت للريبوزيتوري اللي هي شكلها بيكون كده، بيكون فيها فيزيك لاير وبزنس موديل لاير وبرزنتيشن لاير. هنا بجيب الداتا بتاعتي في المكان ده، انا بجيب الداتا بتاعتي من هنا وببدا اعمل شغلي كله في البيزنس موديل لاير ديت. بعد كده بنقل الداتا في البرزنتيشن لاير للشوينج عشان اليوزر او الاند يوزر يشوفها، وبعد كده برفع الداتا. خلاص كده يا شباب. طيب ده الكاتالوج مانجر. الكاتالوج مانجر ده عباره عن ايه؟ عباره عن تول اوريجن عشان اعرف اخد باك اب، او اعرف اخد يعني اه عشان اعرف اخد باك اب من الريبوزيتوري والداشبورد الحاجات ديت، لازم عندي باك اب على طول. فهي عملت الكاتالوج مانجر ده. طيب الانتربرايز ده بقى الادمنستريشن، اخر الكورس خالص هناخد حته في الادمنستريشن دوت وهنفهمه كله ان شاء الله. تمام طيب يا شباب. ودي الداشبورد والاناليسيس بتاعتنا، دي داشبورد فيها كام بقى؟ بصوا كام ليه كام، انتوا شايفين الصورة ولا عامل زوم؟ مش عارف والله اعرف عامل زوم هنا ولا. المهم بصوا فيها تاب 2 3 4 5 6 7 8 تابس. تمام الثمانية تابس دول، الثمانية الايت تابس دول فيهم ريبورت 2 ممكن 3 4 ممكن 10 ريبورت في تاب واحد. وصلت؟ فانا ممكن كاستمر يجي يقول لي ايه؟
انا عايزك تعمل لي داشبورد، هتحاسبني عليها بكام؟ قال له لا، قول لي الداشبورد بتاعتك دي فيها ايه؟ الداشبورد بتاعتك دي فيها كام ريبورت هيتعمل؟ تمام؟ ممكن يجي لك داشبورد وانت تقعد في دي داشبورد، يعني ابغى داشبورد واحده، هيجي الداشبورد دي تفضل انت قاعد بقى تشتغل فيها مثلا بتاع سنه اصلا، ممكن تقعد داشبورد فعلا، ممكن تقعد في داشبورد سنه كامله. تمام؟ عادي بيبقى ابسط الكلام ده، هو 6 شهور تلاقي نفسك البروجكت خلص، لانه كله بيبقى جاهز اصلا وليه شروط، يعني عشان تشتغل بيها ابس في اي بروجكت ليه شروط. ماشي يا شباب؟ طيب هنعرفه كل ده ادمنستريشن، كل ده ادمنستريشن وهنعرفه. الدايجنوستكس والكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله في بداية الكورس بتاعنا. طيب احنا كده خدنا الاوفر فيو عن ايه هي تورد دي، الانفورماتيكا الاي تي ال بتاعتنا دي. الاي تي ال يا شباب بصوا بيقول له سورس وتارجت، وينقل الداتا من السورس للتارجت. هو بيبدا يخت مع نفسه البروسيجرز ديت. دي صوره عن الانفورماتيكا عشان تعرفه. وبرده نفس الكلام في الاو دي اي، برضه بتقول له السورس بتاعه والتارجت بتاعه وبطريقه معينه هينقل الداتا دي. دي اللي هي ايه؟ الاي تي ال. ماشي يا شباب؟ وصلت؟ طيب معلش، اي بقى حد عنده سؤال يتفضل يسأل، قدامكم 5 دقايق. شباب اي حد سؤال قدامكم 5 دقايق. حضرتك عايز تسأل صوت؟ ماشي حاضر. طيب نبدأ بأشرف. اتفضل أشرف. هو أنا دلوقتي أنت قلت إن إحنا من اللي هو أونلاين ترانزاكشن بروسيسنج داتا بيز، أنا بعمل عندي ديلي جوب بقدر أخدها أعملها اكستراكت الـ ETL، بعدين على الـ BI أبس بقدر أعمل اكستراكت للريبورت. بس الريبورت دي مش هتبقى اكيوريت، مش هتبقى 100% اب تو ديت، لان انا اوريدي جايب الداتا من امبارح. ازاي اقدر اوصل لمرحله عايز داتا لايف زي الموجوده في الاي بي اس مثلا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، معلش سؤال تاني، لو حضرتك تقدر تعمل لنا شيرنج للماتيريال كلها البي دي اف اللي عندك دي، لانه انا اوريدي ما عنديش الحاجات دي. وشكرا. اشرف خلاص انا كده خلاص اعمل لك شيرنج الماتيريال نفسها لكل يا اشرف اعمل شيء للسوفت كوبي للماتيريال اللي عندي. بصوا فيسبوك الادمن هيعمل اكونت على فيسبوك بتاعكم، ويبعتوا لي اللينك وهخش معاكم وهبعت لكم كل الماتيريال، سواء في البي اي في الداتا وير هاوس في الداتا في الاو دي اي، في اي ماتيريالز انتوا عايزينها انا يعني هتعرض. معلش لو معلش لو عندي باشمهندس، لو انت عندك مثلا فايل ازاي نعمل في ام ونحط عليها داتا بيز ونعمل انستشن للاو بي اي، لانه الفايل اللي جالنا ده مش واضح قوي. الاو بي اي جروب اللي قبلك كله عمل سيت اب من الفولدر ده، ممكن في حد وقع في حاجه وقفت معاه انا ريموتلي وعملتها، امشوا عليها. تمام، بتخش الاول على السيرت، بعد كده بتبدا تعمل سيت اب للداتا بيز. بعد ما بتعمل سيت اب للداتا سوري، بتخش على ال تخش على الايد ليفر، اي حاجه انت محتاج تعمل لها داونلود من اوراكل هتعملها من على الايد ليفر. تمام، ده انت كلها فور فري. بعد ما هتعمل داونلود هتبدا تاخد الحاجه بتاعتك ديت وتشتغل بيها على على تبدا تنزل اول حاجه الداتا بيز، تعمل لها سيت اب. خلصت تبدا تعمل حاجه اسمها الار سي، تمام، اللي هي ريبوزيتوري كرييشن يوتيليتي. بعد ما هتعمل الريبوزيتوري كرييشن يوتيليتيز ديت سيت اب، تبدا تعمل الويب لوجيك. بعد كده تبدا تعمل سيت اب للبي ار، هتلاقي الدنيا كلها. انا معايا تول، يعني ممكن ابعت حاجه ثانيه بس كانت اسهل حاجه، لان معموله فاهم بالظبط، معموله بسكرين شوتس وكده، فدي اسهل حاجه ممكن تعمل لها
في حاجه وقفت معاك انا هخش معاك هكمل. طب خلاص خلاص انا كده خلاص اقفل بقى المايك عندي وشوف حد تاني من الشباب. طيب حاضر. اتفضل يا ياسر. اتفضل يا ياسر. الو ياسر. ياسر سامعيني يا شباب؟ خالد تقريبا ياسر بس مش عارف افتحه. ياسر اتفضل. طيب ممكن اسال حد تاني بعد كده افتح المايك عندك انت يا خالد. يا ياسر محمد اتفضل. في كونكشن تاني. طيب وعيد الفتح عنده الصوت هو اسمه ايه؟ طب ممكن تسأل كتابة. طيب يا محمد ممكن تسأل الكتابة. انتوا مش سامعيني؟ الو
كده المفروض سامعني كويس يا شباب صح؟ طيب ماشي يا شباب. طيب خلينا نكمل بقى، خلينا نكمل والصوت كويس كده قبل ما يفصل تاني. طيب احنا ثانية واحدة. طيب يا شباب بصوا بقى، بص يا شباب دلوقتي احنا عندنا او ال تي بي واو لاب. ايه هي الاو ال تي بي وايه هي الاو لاب؟ ايه الاو ال تي بي وايه هي الاو لاب؟ هنمسك حته حته بقى، نفصص الرسمه اللي احنا شفناها الكبيره دي هنفصصها بالراحه كده ونعرف ايه هو الاو ال تي بي وايه هي الاو لاب. ال OLTP ديت عبارة عن اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج، تمام؟ بتعمل ايه؟ بصوا كده البيزنس استراتيجي والماستر داتا ترانزاكشن، تمام؟ يعني هي بيكون فيها البيزنس استراتيجي الفورمز والريبورتس والحاجات ديت كلها، والماستر ترانزاكشنال داتا الداتا الأصلية أو اللي موجودة. عشان محمد كان بيقول لي الموضوع مش هيكون 100% صح، مش تبقى موجودة 100% صح. لا احنا عندنا التو داتا بيز يا محمد، لو حد عايز يجيب الداتا من هنا وما يكونش معمول لها اناليتيكال، تمام؟ ما يكونش معمول لها اناليتيكال يبقى هيجيبها منين؟ من الداتا اللي هي الاو ال تي بي بتاعته. هيعمل حاجه اسمها اد هوك ريبورت. طيب عايز يجيب الداتا بشكل اناليتيكال هيجيبها كل يوم بتتنقل الداتا من هنا لهنا، فهيجيبها من هنا، بس هيجيب الداتا بتاعت امبارح، مش هيجيب الداتا بتاعت النهارده، هيجيب الداتا بتاعت سنه النهارده، تمام كده؟ هو عارف ان هو هيجيب من هنا الداتا بتاعت سنه، عارف ان الداتا هتتنقل كل يوم، هتتنقل في ساعتها. خلاص؟ وصلت يا محمد؟ ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ السورس اوف داتا. السورس اوف داتا بتاع الاو ال تي بي بتاعنا بيبقى الاوريجينال سورس اللي هو موجود ايه؟ اليوزر بيدخل في اليوزر انترفيس الداتا تبدا تنزل في الداتا بيز، خلاص كده؟ فده بيكون اوريجنال سورس. انما الاو لاب، الاو لاب بيجيب منين؟ من الاو ال تي بي، تمام كده يا شباب؟ طيب انا برضه عايز اشوفكم سامعيني ولا لا. سامعيني يا شباب ولا لا؟ مفيش واحد في صوت. طيب ماشي. طيب بعد ما بننقل الداتا من هنا يبقى هو ده السورس بتاعه ايه؟ الاو ال تي بتاعك. بتيجي ترانزاكشنال من هنا ترانزاكشنال وهنا اناليتيكال، فبتيجي كل يوم كل سنه كل شهر، خلاص؟ الداتا بتاعتي هنا، تمام؟ اللي بيتحكم فيها البيزنس تاسك. انا باخد بزنس الاي بي اس مثلا، بيجي يقول لي اعمل لي بزنس مثلا بتاعي فيه كذا وكذا 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 وكذا، اعمل لي بقى حاجه تدخل لي الداتا دي، فبيتحكم فيها البيزنس بتاعه. هنا لا، هنا بلاننج تاسك بتاعتي. انا عندي بلاننج، عايز اشوف البروبلم بتاعت المشروع بتاعي بيخسر ليه، فابدا اجيب الداتا اللي موجوده هنا على منطقه، ببدا احطها هنا، اقول والله انا السنه اللي فاتت ديت اكتر عربيات باعت عندي العربيات الحمراء، وباعت في القاهره،
واكتر ناس اشتروا العربيات الحمراء دي كانت بنات. فببدا اعمل اناليسز للسوق بتاعي، بشوف كام حاجه اتعملت في اليوم ده او في السنه دي. كان كده الداتا بتيجي اكيورد، مش بتيجي ان اكيورد، بتيجي اكيورد، بتيجي صح تمام، بس بتيجي هيستوريكال. هو بيشوف لبعيد، فبيشوف السنه كلها حصل فيها ايه. ريبورت بيشوف له السنه كلها حصل فيها ايه، تمام كده، مش ترانزاكشنال. طيب هنا الداتا هنا بتقول ده از سناب شوت، كل شويه بزنس بروسيس، سناب شوت للبزنس بروسيس، سناب شوت سناب شوت، اد هوك ريبورت، اد هوك ريبورت. تمام، الداتا هنا بتيجي بمالتيبل دايمنشن، بحاجه اسمها فاكتس ودايمنشنز. دايمنشن يعني ايه دايمنشن يا شباب؟ يعني زاويه او بعد. تمام، يعني زاويه او بعد. طيب يعني ايه زاويه او بعد يا شباب؟ يعني انا بشوف الداتا بتاعتي بشكل مختلف عن اي طريقه تانية للداتابيز، بحددها بحاجه اسمها فاكتس ودايمنشنز. يعني ايه فاكتس ويعني ايه دايمنشن؟ احنا دلوقتي كبزنس يوزرز عاديين خالص بندخل داتا، الداتا دخلت، بعد ما دخلت ببدا اطلع الداتا بتاعتي في شكل ريبورت عادي خالص بريليشن داتابيز. تمام كده؟ تمام. بصيت على الداتا شكلها جاي ازاي؟ لا، ما بصيتش على الداتا شكلها جاي ازاي. بتعامل مع الداتا بدايمنشن واحد بس، هو ان سيلكتنت سيلكت كذا من كذا، ولان كذا بيساوي كذا. طيب هل ده دايمنشن؟ لا، ده مش دايمنشن، ده ريبورت بيطلع. انما الداتا وير هاوس او الداتا بيز بتشتغل بحاجه اسمها فاكتس ودايمنشن عشان تكفر البيزنس يوزر ريكوايرمنت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي دلوقتي واحد بيبيع عربيات، اللي بيبيع عربيات دوت بيكسب فلوس صح ولا غلط؟ او بيخسر فلوس. طيب هيبص للفلوس اللي هو بيكسبها او بيخسرها دي ازاي؟ والله هيسال نفسه سؤال، هيقول مين بيبيع؟ طيب ومين بيشتري؟ طيب ومين مين باع اشترى واشترى فين وبكام وليه صح ولا غلط؟ لازم بيسأل نفسه الاسئله دي كلها. فهو طبيعي ان هو هيسأل محمد انت مش سامعني؟ سامعيني يا شباب؟ طيب المهم يا شباب، طيب ريلوج ريلوج يا محمد، ريلوج يا محمد، ريلوج خلاص كده. طيب بعد بقى بعد ما جبنا الداتا بتاعتنا للداتا وير هاوس بالطريقه دي، الفاكتس والدايمنشنز، الدايمنشنز دي بتجاوب على خمس اسئله اسمها 5 دبليوز: وات وير وين، وات وير وين هو، عشان تجاوب على هاو ماتش. تمام يا شباب؟ الشير قفل. طيب ثانية،
كده كل شيء يا شباب، كده كل شيء. واحنا نصلح الشوف الصوت يبوظ، نصلح الصوت الشوف يبوظ. طيب ماشي. المهم بالنسبة بقى للاو ال تي بي كويريز هنا بتكون ايه؟ سهلة جدا، سيمبل كويريز وبتريتيرن في ريكوردز. في الاولاب بتكون كومبلكس كويريز عشان بتكون مليانة اجريجيشنز، سيلكت السمشن كذا فروم كذا، وان سم كذا بيساوي كذا، وان كذا جروب باي كذا، تمام؟ فبتكون كومبلكس كويريز، بس الداتا بتيجي اسهل عشان اجريجيتد، تمام؟ البروسيسنج السبيد بتاعت الفرق بين الريد بتاع الاثنين، ان الاو ال تي بي بتكون فيري فاست، الاولاب بتكون يعني الى حد ما سوري فيري فاست. الثانيه بقى بتكون ديبند اون الاماونت داتا انفولفد، لو الداتا كتير جدا وهتاخد كومبلكس كويريز هتقعد ساعات. فعلا كان في ريبورت قبل كده قعد معايا 3 ساعات، 3 ساعات ريبورت يعني هو كان سخيف، اما في ريبورت تاني قعد معايا 12 ساعه، تمام؟ عشان كده احنا بنعمل كرييت لاندكس، تمام؟ هو بيكونش اندكس عادي في الداتا وير هاوس، ما بنعملش كرييت اندكس العادي اللي احنا بنعمله، في حاجه اسمها بيت ماب اندكس. لو حد ادمنستريشن هيعرف يعني ايه بيت ماب اندكس. بيت ماب اندكس ده بيكون عباره عن، عارفين الماب بتكون فيها خطوط طول وعرض كده، في الماب، في الماب بيكون في خطوط طول وعرض، تمام يا شباب؟ خطوط الطول والعرض ديت اسمها بالظبط معمول البيت ماب اندكس ده بالظبط، بيبدا يأجريجيت الداتا بتاعته ويشوف هو موجود في اي نقطه في خطوط الطول والعرض ديت. مش احنا عندنا كولوم وعندنا رو، صح ولا غلط؟ هو بيشوف الرو والكولوم في نفس الوقت فبيجيب الداتا اسرع، اسمه بيت ماب اندكس، تمام كده يا شباب؟ وصلت فكره البيت ماب اندكس؟ طيب السبيس، السبيس كان بي مش عارف ممكن تبقى صغيره جدا، تمام؟ ده الايه الاو ال تي بي. ال الاو ال تي بي الاولاب ده لازم يكون مكان يعني الداتا بيس بتاعته تكون كبيره جدا، تمام؟ وفيها اندكس عشان هي بتكون مليانه اجريجيشنز والكلام ده، فده بياكل من المساحه بتاعت الداتا بيس بتاعتها. دي حاجة اسمها هايلي نورماليزيشن، فيها تيبلز كتير جدا زي ما قلت لكم، يكون عندي تيبل للامبلويز وتيبل للديبارتمنت وتيبل للجريد وتيبل مش عارف ايه، صح ولا غلط؟ هنا لا، انا بجمع كله في تيبل واحد وبقسمها فاكتس ودايمنشنز، وبقسمها حاجة اسمها ستار سكيما وسنوفليك سكيما. هنعرف يعني ايه ستار سكيما ويعني ايه سكيما النهارده ان شاء الله. طيب الباك اب بتاع ديت يكون سهل يعني ما بنخسرش حاجه من الداتا، الباك اب هنا بيكون صعب، تمام؟ بيكون يعني ريجولر، بيكون طبيعي، بس الانفايرمنت ممكن توقع حاجات، ممكن توقع ريكورد، بس انت كده كده هتنقلها تاني بالاي تي ال عادي، تمام يا شباب؟ وهنا بنعمل باك اب على حسب البيزنس، هنا بنعمل باك اب كل فتره، ده الطبيعي بتاع الداتا وير هاوس مش على حسب البيزنس. طيب حد عنده اي سؤال في الاولاب اللي قلت دي؟ حد عنده اي سؤال؟ قدامكم يا شباب يعني بالظبط دقيقتين اسالوا فيهم، شباب قدامكم دقيقتين اسالوا فيهم يا شباب. اتفضل يا كريم، كريم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
اتفضل كريم. لحد ما هو حضرتك مش المحاضرة الأولانية، فأنت في حاجات فاتت. يعني إيه البيربوز بتاع الـ BI؟ أنا مش سامعك كويس يا كريم. إيه البيربوز؟ إيه الغرض بتاع الـ BI؟ الـ BI معمول ليه أصلا؟ وإحنا كـ يعني ندرس الـ BI كورس، إحنا المفروض دورنا إيه في الـ إحنا تمام. انا ابدا بالداتا، انا حبيت ابدا بالداتا وير هاوس تمام، علشان تفهم الكونسبت اللي هتشتغل بيه قدام. خلاص كده حبيت افهم ابدا بده عشان تفهم الكونسبت اللي انت هتشتغل بيه اوريدي قدام ايه هو. ماشي يا شباب. انا لما قلت لي انت هتبدا تسال او يعني ليه بدات تشرح الاول داتا وير هاوس، ان احنا لو ما فهمناش الداتا وير هاوس قدام مش هنفهم احنا بنعمل ايه. طب الداتا دي جت منين اصلا؟ طب احنا جبنا الداتا بالشكل ده ازاي؟ طب يعني ايه ستار سكيما ويعني ايه سنوفليك سكيما؟ طب يعني فاهم قصدي ايه؟ طب يعني ايه اصلا هيستوريكال داتا؟ ويعني ايه يعني ايه هيستوريكال داتا ويعني داتا اللي هي الترانزاكشنال داتا؟ يعني ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انا لازم اوضح الموضوع ده في الاول تمام. فعشان كده انا بدات بالموضوع ده. احنا بقى كبي اي احنا بنعمل ايه؟ احنا المفروض ان احنا بنشتغل داتا وير هاوسنج، وقلت الكلام ده في الاول على فكره والله، بنشتغل داتا وير هاوسنج وبنشتغل بي اي او بي اي اي اي. بص البي اي كونسلتنت بيبقى عبارة عن ثلاث حاجات. كونسلتنت شغل بيكون ثلاث حاجات: داتا وير هاوسنج كويس جدا تمام، بيعرف يجيب تيبلز ويعرف يربط داتا جوه الداتا وير هاوس بتاعته، ولازم يكون عارف اي تي ال سواء او دي اي او انفورماتيكا او ايا كان التول اللي هيشتغل بيها تمام. ولازم يكون عارف ولازم يكون عارف الفرق بين ال سوري احنا قلنا لازم يكون عارف ETL. خلاص كده يا شباب. فهو عشان يبقى عارف الكلام دوت مش بالسهل جدا ان هو يبقى عارف تولز كتير جدا، بس هو لازم يبقى عنده نوليدج بده. لازم يبقى عنده ايه؟ نوليدج بالكلام ده. هو لو ما عندوش نوليدج بالكلام ده يبقى هو خلاص الكورس فعلا ملوش لازمه. وبعدين انت في وسط الكورس هتلاقي انت بتعمل كرييت ريبوزيتوري، طب انت جبت الداتا دي منين؟ ما انت مش عارف انت جايب الداتا دي منين. عشان كده انا شرحت الحته دي. خلاص يا شباب. وهشرح لكم دلوقتي الفرق بين السلوب فليكس سكيما وال ماشي يا شباب، وهنفهم الفرق عباره عن ايه. حد عنده اي سؤال تاني؟ محمد اتفضل. مايك معاك. ياسر اتفضل المايك معاك. اتفضل يا ياسر اسال. اكتب انا معاك. اوكي ماشي. اكتب يا ياسر، اكتب سؤالك.
اوكي طيب يا شباب، طيب ايه بقى هو اللي احنا عاملين نقول عليه فاكت ودايمنشن؟ فاكت ودايمنشن يعني ايه بقى؟ فاكت ويعني ايه دايمنشن؟ حد فيكم عنده اي معلومه عن الفاكتس والدايمنشنز يا شباب؟ Now with the mic, I need to ask, is OPIE need implementation or just installation? Also, is supported update the ETL and the dashboard comes with it or support? لا بص يا شباب، احنا الكورس بتاعنا هيبدأ بعد الـ ETL ما خلصت. هبعت لكم سكيما، سمبل سكيما كده تمام، اسمها بي اي سامبل. هتعملوا لها على على الكود او على الـ على الـ الـ اللي هو الديفلوبر تول، اللي هي الاوراكل ديفلوبر تول ديت. هتعملوا هترنوا السكريبت بتاعها، السكريبت بتاعه معمول كرييت للتيبلز از فاكتس دايمنشنز تمام كده، معمول اتعملت اي تي ال وعملت داتا وير هاوس. ماشي يا شباب، وصلت؟ سامعيني يا شباب ولا لا؟ وصلت صح؟ طيب اوكي يا شباب، اوكي طيب ماشي هتعمل كده. بص يا كريم، بص يا كريم، دلوقتي احنا قلنا المشروع بتاعنا ايوه بالظبط بالظبط، طب برافو عليك يا ياسر، كلامك مظبوط. احنا المفروض احنا المفروض نعمل داتا وير هاوس بتاعتنا بشكل معين، فالشكل المعين دوت مش باين دلوقتي قدامنا، احنا لسه مش في الكورس، احنا لسه في الاول بنخبط بتخبطوا، فاحنا لسه مش فاهمين احنا هنعمل ايه، بس احنا هنفهم يعني ايه فاكتس ودايمنشنز دلوقتي. فبتكلم ان انتوا هتعملوا سيت اب للداتا للاو بي اي عندكم كامل، والداتابيز الداتابيز بقى ديت انا هديك اسمها، هترن السكريبت بتاعها عندك كان الداتا وير هاوس خلصت. وصلت كده؟ تمام ماشي. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه بقى فاكت ويعني ايه دايمنشن؟ ده الفاكت تيبل يا شباب، ده الفاكت تيبل، ودول الدايمنشنز بتوعه تمام. طيب نجيب صورة تانية توضح اكتر الموضوع ده، نجيب صورة تانية توضح اكتر الموضوع ده. تمام، ده فاكت تيبل، ودول دايمنشن تيبلز، دايمنشن برودكت، دايمنشن تايم. احنا قلنا بقى بنقسم فاكتس ودايمنشنز على اساس ايه؟ دلوقتي انا عندي الفاكت ده بتكون فاليو او كواليتي او حاجه اللي هي هاو ماتش. تمام، يعني ايه هاو ماتش؟ يعني فاليو بتاعت بيع. انا لما ببيع مش ببيع بفلوس، صح ولا غلط؟ طيب لما ابيع اهو، بص سيلز برايس تمام، الاماونت ده فاكت، تايم ستامب بتاعنا ده فاكت، كل دول فاكتس تمام. طب الفاكت تيبل ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن فاليو او 2 او 3 او 10 وكل فورين كيز اللي موجوده بالتيبلز الثانيه. يعني انا مثلا عن تيبل الكاستمر دوت، تيبل الكاستمرز دوت في كاستمر كي، وعندي الديت ده في الديت كي، خلاص كده يا شباب. والله انا وعندي الادرس بتاع الكاستمر دوت، ممكن اعمل تيبل هنا ادرس لكاستمر هنا. هو ممكن بقى بدل ما اعمل كده اروح حاطط اصلا الادرس هنا بتاع الكاستمر جوه الكاستمر، بدل ما اعمل تيبل جديد كانها ريليشن داتا بيز. لا هو عامل فات وليه 4 دايمنشن،
فور دايمنشن ده الدايمنشن بتجاوب على اسئله معينه وات وير وين هاو ماتش سوري وات وير وين هو عشان يطلع لي هاو ماتش خلاص يا شباب وات وير وين هو عشان يطلع لي ايه هاو ماتش وفكره الستار سكيما السنوفليك سكيما بتبقى زيها بس ممكن تلاقي دايمنشن من دول طالع مني دايمنشن تاني فلا ده فاكت الدايمنشن التاني يعني نشوف الكلام ده قدام ان شاء الله وصلت يا شباب عارف افتح حد عنده اي سؤال؟ هي هتوضح قدام يعني بصوا خلينا احنا النهارده بنضبش وبنبدا نفهم بس الدنيا از كونسبت وكده تمام بس قدام هتفهمها قوي لما تشوف الدنيا عملي يعني لما تشوف الدنيا عملي قدامك هتلاقي يعني في كذا جروب برده كان في الاول مخبطين انت كنت تقروا الاول بس ايش يعني مش مشكله احنا كده كده مع بعض قدام بس الفكره كلها ان في الاول الواحد بيكون لسه يعني طبيعي انا لسه مش فاهم وبخبط وكده بعد كده هلاقي الدنيا بدأت توضح عندي والدنيا هتبقى سهلة ان شاء الله يعني هتلاقوا الدنيا مظبوطة ما تخافوش يعني الموضوع مش صعب خالص طيب تعالوا بقى كده ايه تعالوا كده مع بعض نشوف الكومبوننتس بتاعت البي اي خلاص نشوف الكومبوننتس بتاعت البي اي اللي هنشتغل عليها ان شاء الله من بكره ماشي يا شباب هي بعتت احنا بعتنا حطينا على السايت معمول لها ابديت على السايت دلوقتي دي الزيت بتاعتنا دي الزيت بتاعتنا انشف دي الادمنستريشن تول افتحها عادي خالص اهو افتح ديت مثلا دي معموله من قبل كده شويه كده اشتغلت قدامي اهي فيها كونكشن دول فيها ثلاثة لير فيزيكال لير وبزنس موديل لير وبرزنتيشن لير فيزيكال موديل لير ده او الفيزيكال لير ده دوت اللي بجيب منه الداتا او بجيب الداتا من الهاوس هاوس لي خلاص بيبقى همزه الوصل بيني وبين اللي هعمله بعد كده بشتغل على حاجه اسمها بزنس موديل اند مابنج وده شغلي كله فيه بقى ده اللي فيه شغلي كله بعد كده بشتغل او باخد اللي انا عملته في البيزنس موديل واحطه جوه البرزنتيشن لاير انت يا شباب يبقى دي اول ايه ادي اول كومبوننت بشتغل معاه بعد كده البي اي عندي في 3 تابس بزنس انتليجنت اناليسز تمام دي اول تاب اهي تمام كده يا شباب دي بيكون الاناليسز هنا بعرف اعمل كريت الاناليسز بتاعت ويتش بورد وكل حاجه خلاص بعد ما بخلص ايه الداتا بيز بتاعتي او سوري الريبوزيتوري بتاعتي بعد كده هنا بعمل كريت اهو الاناليسز بتاعتي بعمل لها ريبوت زي ما انتم شايفين اهو بطلع ريبوت في الاخر
اوكي يا شباب. طيب بعد كده عندي الانتربرايز مانجر، خلاص ده اللي في ده اللي ماسك الويب لوجيك سيرفر، ده لازم بعمل له انستول عشان اعرف اشتغل عليه. ده بيقول لي السيرفر قايم كله ولا في حاجه واقعه منه ولا في ايه شغال، ويقول لي مش شغال، الكلام ده كله. ماشي يا شباب، دي اسمها ايه؟ اسمها اوراكل انتربرايز مانجر. اوراكل انتربرايز مانجر، اوراكل انتربرايز مانجر دوت بتاع الويب لوجيك. خش هنا على البيزنس نت، ده كده بتاع البيزنس نت المكان اللي انا واقف فيه ده. طيب عندي التاب الرابع فيه اسمها الويب سايت بتاعتي، او اللي هو الـ الشغل بتاعي كله بيكون هنا على الويب لوجيك دومين. ده انا بعمل منه حاجات كتير بقى، السكيورتي والجروب والكلام ده كله بيتعمل هنا. تمام كده يا شباب؟ شباب هناخد الماتيريالز والنبي، ركزوا معايا الكلام مهم جدا. شباب والله يعني هنتكلم في موضوع الماتيريال بالكو كلها، بس خلينا في الشرح بس نركز عشان لو وقعت من دلوقتي. يعني انت ممكن تسمع الحاجه تستوعبها بنسبه 3%، مش هقول لك 100%، مش هقول لك اكتر من 3%، بس لما نيجي نشرح قدامها تفهمها اكتر. فركزوا معايا. ستاندرد يوزر نيم باسورد ويب لوجيك، ودايما الباسورد بتاعتنا يا اما 7G يا اما ادمن 123، محدش غير. طيب احنا كده عملنا اوفر فيو سريع على الـ الداتا وير هاوس بتاعتنا، وعرفنا يعني ايه داتا وير هاوس، وشفنا الكومبوننتس بتاعتنا. من بكره ان شاء الله هنشتغل في الريبوزيتوري. المفروض حد وثلاث سبت، حد وثلاث، صح كده؟ الشرح هيتم على شكل مشروع from A to Z. هي اوراكل ماتيريالز عامله كده، انا هشرح اوراكل ماتيريالز، تمام؟ مع ان انا بعرفكم الحاجات اللي ناقصه في اوراكل ماتيريالز اللي بقابلها في المشاريع. تمام كده؟ يعني انا بشرح اوراكل ماتيريالز كامله، خلاص؟ واحنا شغالين في الاوراكل ماتيريالز، اي حاجه قابلتني في مشروع او اي تراك وقفت قدام. الو شباب سامعيني كويس يا شباب؟ بقول لكم اي حاجه ان شاء الله، اي حاجه كده هتتبعت تمام، مرفوعه اصلا اوريدي، احنا رافعينها على السايت، ولو مش موجوده على السايت هبعتها لكم على فيسبوك من عينيا. حاضر حاضر تمام. طيب الماتيريالز بتاعتنا هتتبعت، احنا هنشتغل الوسائل. احنا المفروض ان شاء الله هنشتغل مع بعض الكورس دوت، انا هنشتغل مع بعض، واي تراك وقعت فيها في البروجكت اي حاجه، حاجات صعبه، حاجات انا وانا مش ادفانسد مش عارف ايه الكلام ده كله، انا معاكم فيه. تمام كده يا شباب؟ بس احنا هنبدا كاننا في البروجكت فروم اي تو زد، من اول ريكويرمنت جيدرنج لحد ما نشتغل ونخلص الريبوزيتوري ونطلع الداشبورد ونعرف اليوزر بيبقى عايز الكلام ده كله. ماشي يا شباب؟ وفي تاسك تاخدوها هتبعتولي على يعني سكرين شوتس كده عملتوا ايه؟ خلاص؟ اللي يخلص تاسك يبعت لي سكرين شوت وصل ليه؟ ان شاء الله انا اخد تاسك كده محترمه كده صعبه جدا، ممكن تقعد معاكم اسبوعين لحد ما تخلصوها. بس التاسكس ديت لازم تبعتها لي تقولي انت عملت ايه؟ عشان دي نوليدج ترانسفير قوي جدا التاسكس دي. لا ويندوز ياسر
لينكس مش هتعرف تتعامل معاه الا لو انت شاطر لينكس. انا ما بحبش اللينكس، ما بعرفش اتعامل معاه بصراحه، فلو وقعت في حاجه مش هعرف افيدك. خلينا في الويندوز. الويب لوجيك رخم في السيت اب بتاعه على اللينكس بصراحه. ان شاء الله بكره الساعه 9 بتطبق ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان شاء الله احنا بكره بقى ان شاء الله ميعادنا الساعه 9 هنبدا ان شاء الله الريبوزيتوري. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا سيت اب لل او انستول للبي اي يعني اليومين دول، عشان بعد كده هنشد والوقت هيجري بيه. خلاص احنا كده خلصنا النهارده. ايه فصحى؟ مش عارف فصحى. خلصنا النهارده بس بكره مطحنة بقى. الله يكرمك يا شباب. ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بكره. احنا النهارده بس يعني انا قلت اديكم سيشن كامله على الداتا وير هاوس. صدقوني قدام هتفيدكم جدا جدا، وهتلاقوا نفسكم فاهمين. بس اتفرجوا على الفيديو مره واثنين وثلاثه، وركزوا في كل كلمه قلتها عن الداتا وير هاوس، عشان الكلام ده كله هنستخدمه قدام. ونولج كويس تمام. الله يكرمك. ماشي يا شباب، فرصه سعيده جدا.